حياكم بالزبدة، معاكم خالد، واليوم راح نشوف شيء تكلمت عنه على سريع بحلقة الاكس بوكس 1S اللي هو الوايرلس ادابتر فور ويندوز. قول عندك انت الحين اكس بوكس 1S شريتها وعندك اليد الجديدة الحلوة البيضة اللي لعبت فيها، لكن اليد القديمة مات الاكس بوكس، شنو تسوي فيها؟ تقطها بالخمام؟ لا، اذا انت من الناس اللي تلعب على الكمبيوتر ستيم او اوريجن، اي جس يمكن، ما ادري، اوريجن اذا تلعب اوريجن، اليد الجديدة فيها بلوتوث ما يحتاج تستخدم معاها الأدابت. القطعة هذه تركبها باليو اس بي وتعطيك كنترول على الاكس بوكس 1 كنترولر. فخليني نبطله على السريع بشيء بسيط جدا، ما يبي الا يعني انبوكسينج طويل. ف هي قطعة يو اس بي تركبها في اليو اس بي الكمبيوتر، الظاهر تشغلها عن طريق الدقمة هذه، وبنفس الوقت تشغل معاها يدة الاكس بوكس. حلقة صغيرة خفيفة، شكرا لكم للمتابعة. إذا عجبكم هذا الفيديو سووا لايك، لكن الأهم أن تسوون سبسكرايب، لأن السبسكرايب هو اللي يخلينا ويشجعنا على متابعة البرنامج هذا. فالله يخليكم، سووا سبسكرايب، حياكم بالزبدة.